السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنحل اختبار رقم 19، اختبار الأضواء، صفحة 228 و229، الصف السادس الابتدائي. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة. مساحة مثلث طول قاعدته 8 وارتفاعه 6. مساحة المثلث نص طول القاعدة في الارتفاع، نص في 8 في 6. نص التمانية 4، الأربعة في 6 ب24، يبقى عندي هنا المساحة 24 سنتي تربيع. نجيب مساحة المربع. مساحة المربع طول الضلع في نفسه 6 × 6 = 36، 36 برضو سنتيمتر تربيع، يبقى من الكبير 36 سنتيمتر تربيع، يبقى العلامة أصغر منه. ندخل على سؤال رقم 2، انعكاس النقطة 5 و2 في المحور X. ده كده المحور X وده المحور Y. انعكاس في الإكس، بثبت الإكس وبغير إشارة الواي. عندي الإكس 5 تفضل زي ما هي، والإشارة التانية تبقى سالبة، يبقى 5 و سالب 2، 5 و سالب 2. ندخل على السؤال اللي بعده، سؤال رقم 3، النسبة المئوية التي يمثلها الجزء المظلل في النموذج. عايز النسبة المئوية اللي في الجزء المظلل. تعال نعد، ادي 10 20 30 40 42. طب ليه خدت ال 42؟ انا عندي 42 على 100 اللي هي نفسها 42%، 42%. السؤال اللي بعده سؤال رقم 4، مساحة سطح الهرم الذي طول قاعدته المربعة 8 وارتفاع أحد جوانبه 10. طبعا مساحة قاعدته المربعة اللي هي مساحة المربع، 8 × 8 يديني 64، 8 × 8 ده القاعدة. وبعد كده بجيب مساحة 4 جوانب مثلثة وبجمعهم على مساحة القاعدة المربعة، يبقى الهرم الرباعي كله له قاعدة مربعة الشكل. بجيب مساحة الأرضية اللي هي مساحة القاعدة المربعة. بعد كده بجيب مساحة 4 جوانب مثلثة. أجيب 4 جوانب مثلثة، لازم أقول له إن أنا عندي 4 مثلثات، والمثلث الواحد بقول له نص طول القاعدة في الارتفاع. القاعدة 8 والارتفاع عندي 10، أدي الارتفاع أهو والقاعدة أهي. هنا الأربعة على الاتنين هتديني 2، الاتنين في 8 × 16، 16 × 10، 16 × 10، هنحط 0 ل 10 يبقى 160، وهنجمع الرقمين اللي معانا، يبقى ده مساحة الهرم الرباعي كلها. 0 و4 هي الأربعة، 6 و6 12، ومعانا الواحد، 1 و1 2، يبقى 224، يبقى الاختيار رقم د. سؤال رقم 5، الزوجة المرتبة الذي يمثل نقطة الأصل 0 و0، نقطة الأصل 0 و0. النسبة 2 إلى 3 تكافئ النسبة 10 إلى، 2 إلى 3 اللي هي نفسها 2 على 3 هتكافئ النسبة 10 إلى، الاتنين بقت 10، ضرب في كام؟ ضرب في 5، أضرب المقام في 5، 3 × 5 = 15، يبقى عندي الناتج 15. سؤال رقم 7، المسافة بين النقطتين. عايز المسافة بين النقطتين 3 و سالب 3 و3 و سالب 5 تساوي نقط واحدة. هنشيل اللي متكرر اللي هو 3 مع 3، اتبقى لي سالب 5 و سالب 3، إشارتين متشابهتين يبقى طرح، إشارتين متشابهتين يبقى طرح. طيب والإشارات؟ شيل الإشارات، يعني هناخد القيمة المطلقة، هتبقى دي 5 ودي 3، 5 ناقص 3 هيديني 2 وحدة. ندخل على سؤال ثانيا، أكمل ما يلي. سؤال رقم 8، مكعب طول حرف 10 سنتي، عايز مساحة السطح. طول الحرف عندي بضربه في نفسه مرتين، 10 × 10، علشان أجيب مساحة الوجه الواحد اللي هي 100 سنتيمتر تربيع. تمام، مساحة السطح بقى هضرب في 6، هجيب 100 أضربها في 6، 100 × 6، 100 × 6 هتديني 600، 100 × 6 600 سنتيمتر مربع. النقطة 2 و5 تقع في الربع، موجب موجب في الربع الأول. السؤال رقم 10، العدد 12 مضروب في مقلوب العدد تلت. العدد 12 اضربه في مقلوب العدد تلت اللي هي 3 على 1، أنا مش محتاجة الواحد في المقام، هنضرب 3 × 12 هتديني 36. ندخل على سؤال 11، ايه على 4 بيساوي 3 على 12؟ الأربعة بقت 12، اتضربت في كام؟ اتضربت في 3، اضرب البسط في 3، ايه اللي ضربته في 3 يديني 3؟ لا، هنا ممكن نجيبها من الطرف التاني، اقسم على 3، اقسم على 3 هتديني ايه؟ هتديني 1. او ايه اللي ضربته في 3 اداني 3؟ برضو هي دي، تحلها بالضرب، لو عايز تحلها بالضرب ماشي، حلها بالقسمة ماشي. نشوف السؤال اللي بعده، سؤال رقم 12، يكتب خالد على الكمبيوتر 60 كلمة في 3 دقايق، عايز معدل الوحدة لكتابة خالد. الوحدة يعني عايزة التلاتة دي تبقى 1، هقسم 60 على 3، 6 على 3 إلى ضربه في 3 يديني 6 إلى 2، ومعانا صفر هنزله، يبقى 20 كلمة لكل دقيقة. ونشوف السؤال رقم 13، مكتبة بها 120 قلم، بيع منها ما يمثل 25% من إجمالي عدد الأقلام. المكتبة كلها فيها 120 قلم، تعال نجيب
120 في 25% اللي هي 25/100. هنشيل الصفر من البسط مع صفر من المقام. تمام، ممكن نقسم على الاتنين. تعالى نقسم او نقسم على الخمس. 25/5 هتديني 5، 10/5 هتديني 2. ممكن نقسم دي كمان على الاتنين، على الاتنين هتديني 6. هنا على الاتنين خلاص راحت، 5 في 6 هيديني 30. خلاص 5 في 6 ب30، يبقى الناتج معايا نكتبه هنا اهو 30 قلم. سؤال 14، معين طول ضلع 12 وارتفاعه 6، عايز مساحته. مساحة المعين طول الضلع في الارتفاع 6 في 12 ب72. سؤال رقم 15، عدد ادفاعات المثلث القائم 3. ندخل على السؤال الثالث. اختر الإجابة الصحيحة. 165 أو 16.5، 16.5 في 23 أو 2.3. ممكن نشيل العلامات وبعد كده نحط العلامات بعد الضرب. تعال نضرب، أدي 1 6 علامة 5 في 3 علامة 2. تعال نضرب، بسم الله. هاخد التلاتة اضربها في الأعداد اللي فوق كلها. 3 في 5 ب15 ومعانا 1، 3 في 6 ب18، 18 و1 19، 9 ومعانا 1، 3 في 1 ب3 و1 4، 0 مكان اللي انا ضربته، 2 في 5 ب10، 0 ومعانا 1، 2 في 6 ب12، 12 و1 13، 3 ومعانا 1، 2 في 1 ب2 ومعانا 1، يبقوا 3. شد الخط وبقوم نجمع. هنا 5، هنا 9، 3 و4 7، 3 مفيش عدد، هي 3. علامة بعد كم رقم؟ بعد رقم ورقم، يعني العلامة بعد رقمين. يبقى 37، 95 جزء من مقا. 37، 95 جزء من مقا. تمام، ندخل على سؤال 17. قيمة A في جدول النسب المقابل. تعال نشوف قيمة A. طبعا هنا جدول النسب اللي قبال الA بيتكتب تحت، ادي الA بره، واللي قبال الرمز المجهول اكتبه تحت، وفوق هكتب 6 في 8. هنقسم 6 على 3 هتديني 2، 2 في 8 ب16، يبقى الA عندي ب16. سؤال 18، مسألة القسمة التي تعبر عن النموذج. مسألة القسمة هنعد اللي متظل الأول، 1 2 3 4 5 6، ادي 6 7 8، يبقى 6 على 8 على، طبعا الناتج معانا كان 1 2، ده كده الناتج. طبعا هنا خد كل مربعتين مع بعض، ودي كمان كل مربعتين مع بعض، ودي كمان كل مربعتين مع بعض، يبقى هو قسم على 3، يبقى 6 على 8 على 3. نشوف السؤال اللي بعده، سؤال رقم 19، مساحة سطح الشكل المقابل. عندي هنا هنجيب المساحة اللي على الأرض الأول اللي هي 5 في 6 ب30، أدي أول حاجة، زائد هجيب مساحة مثلثين أمامي وخلفي، 6 في 8، نص في 6 في 8، نص 6 3، 3 في 8 ب24، عندي 24 هنا في الأمام وعندي 24 في الخلف. خلاص كده عندي 24 في الأمام وعندي 24 في الخلف. زائد هناخد بقى المستطيل اللي هو في الوجه ده، في الأمامي ده، عايز المستطيل ده وعايز المستطيل كمان اللي ورا. 6 في 8 ب48، ده المستطيل الخلفي، ادي 48، زائد هنجيب مساحة المستطيل 5 في 10 ب50، وهنجمع كل الأرقام دي. هجمع، يبقى نتأكد تاني قبل ما نجمع. الأول ادي عندي أول حاجة القاعدة 5 في 6 ب30، ده القاعدة، ده الأولى. بعد كده مساحة المثلث نص طول القاعدة في الارتفاع، نص 6 3، 3 في 8 ب24، بكررها مرتين عشان أمامي وخلفي. بعد كده بنجيب المساحة المستطيل اللي في الوجه، 5 في 10 ب50، ادي 50 اتكتبت. لسه معانا 48، لا دي 5 ضلع، ده 5 و8، يعني بجيب ده طول وعرض، طول والعرض 5 في 48، يبقى دي 40 مش 48. نجمع بقى، ادي 4 و4 8، ادي 8 هنا، 3 و2 5، 5 و2 7، 7 و4 11، 11 و5 16، يبقى 168. نشوف السؤال اللي بعده، سؤال رقم 20، العدد الناقص 2 4 6 8. طبعا البسط كامل، هناخد المقام، 3 بقت 6، زود 3، زود 3 على 9 تبقى 12، يبقى العدد الناقص اللي هو 12. ندخل على سؤال 21، المسافة بين العددين 2 و-3 على خط الأعداد، شرطين مختلفتين، واحدة موجبة واحدة سالبة. هنجمع، 2 و-3 يديني 5، بشيل الإشارة أو باخد القيمة المطلقة للعدد. السؤال اللي بعده، سؤال 22، هنطبق القاعدة، سيب الأولى اعكس العلى في شقلب الكسر.
سيب الاولى اعكس العلى فيشه اقلب الكسر. تمام، هنضرب بسط مع بسط ومقام مع مقام. ما ينفعش اقول التلاته مع التلاته لان ده بسط وده بسط. تلاته في تلاته بتسعه، واتنين في اتنين باربعه. هنزل بعدد، هنا في عندي تسعه على الاربعه، خلاص هو مش عايز عدد كسر. ندخل على سؤال رابعا، اقرأ ثم اجب. الجدول المقابل يمثل سرعات مجموعه من الزواحف، حول جميع السرعات الى متر في الثانيه، ثم رتب سرعه الزواحف من الاسرع الى الابطأ. عايز يحول من متر، انا عندي من كيلو متر في الساعه الى متر في الثانيه. تعال ناخد اول حاجه السحليه، 35 كيلو متر في الواحد ساعه، ادي التحويله بتاعتنا ونبدا نشوف. بسم الله، هنا الكيلو فوق خليه تحت، الساعه تحت خليها فوق. عايز احول بقى من ايه، انا عندي هنا لمتر والثانيه، ثانيه بالسهة. الكيلو الكبير، الكيلو فيه ألف متر، ادي الألف. الساعة الكبيرة، الساعة فيها 60 دقيقة والدقيقة فيها 60 ثانية، يبقى 3600. وبعد كده هنبسط ونكتب الناتج بتاعنا. يبقى ده أول حاجة. بسم الله، هنشيل الصفرين مع الصفرين. تمام، اتبقى لنا صفر فوق. هنا 35، عندي الخمسة في سبعة ب35، ما عنديش مشترك مع 36. تمام، ما عندناش مشترك، خلاص هنبسط مع العشرة. ادي بقى معانا عشرة، هنقسم على الاتنين هتدينا خمسة، هنقسم على الاتنين، هنا التلاتين نصها 15 والستة نصها 3، 15 و3 18، يبقى ده التبسيط. بعد كده هنضرب الخمسة في 35 ونقسم على 18، طبعا رقم كبير هنضربه بقى بره. ادي الخمسة والتلاتين في الخمسة، معدش لها تبسيط عن كده. وبعد كده نقسم على التمنتاشر، خمسة في خمسة ب25 ومعانا الاتنين، تلاتة في خمسة ب15، 15 و2 17، يبقى 175 على التمنتاشر. تعالى بقى نقسم 17 على التمنتاشر، نقسمها بقى في الجنبين اهو. ادي 1 7 8 1 7 5 على 18، 17 صغيرة، 17 اصغر من 18. هناخد رقم يدينا حاجه قريبه، تعال نجرب بقى. ناخد 18 نضربها مثلا في الخمسه الاول، الخمسه في 8 ب40 ومعانا الاربعه، خمسه في 1 ب5 واربعه 9، لا دي بعيده قوي. تعال نوصل لحد 8، 8 في 8 ب64، 4 ومعانا 6، 8 في 1 ب8، 6 و8 14، برده بعيده شويه. تعال ناخد 9، 8 في 9 ب72 ومعانا 7، 9 في 1 ب9 و7 يديني 16، ده اقرب حاجه. هناخد 9 فوق وال162 تحت، 5 ناقص 2 هيديني 3، 6 ناقص 7 ناقص 6 هيديني 1، 1 ناقص 1 0. طبعا دلوقتي هحط علامه عشريه علشان اكمل واحط صفر، وهنشوف عدد معانا يديني حاجه قريبه ل 130. احنا جربنا التسعة، تعالى ناخد الستة، تعالى احنا عملنا السبعة، تعالى بقى ناخد الستة. ادي التمنتاشر في ستة، ستة في تمانية ب48 ومعانا الاربعة، ستة في واحد ب6 واربعة 10، لا تعالى ناخد السبعة. ادي التمنتاشر في سبعة، السبعة في تمانية ب56 ومعانا الخمسة، سبعة في واحد ب7 وخمسة 12، يديني 126 قريبة. اتبقى معانا كام؟ يبقى السبعة فوق و126 تحت، 10 ناقص 4 ناقص 6 4، ودي كده اتبقى معانا كام؟ 4، يبقى الباقي معانا 4، يبقى 9.7. يبقى أول حاجة هقول له السحلية بتساوي 9.7 متر في الثانية. وناخد الايه الصعوبية، بسم الله، 36، 36 كيلو متر في الواحد ساعة. ادي التحويلة، كيلو متر فوق خليه تحت، الواحد ساعة فوق خليها تحت خليها فوق. تمام كده، هنا هحول الى من كيلو متر المتر ومن ساعة لثانية. الكيلو ياخد الواحد والساعة تاخد الواحد عشان هي الكبيرة. الكيلو في ألف متر، الساعة 3600. طيب يلا نقسم، هنشيل الصفرين مع الصفرين. تمام، هنا 36 هتروح مع 36، هيتبقى لنا 10. حلو، سهلة، 10 متر في الثانية. يبقى هقول للثعبان
10 متر في الثانية. ناخد الرقم التاني، 2500 متر في الساعة، 1 ساعة. يلا نحول، متر فوق خلي تحت، ساعة فوق تحت خليها فوق. هنحول من متر لمتر، هي هي خلاص مفيش فيها تحويلة دي، والساعة لحد الثانية، الساعة للثانية 3600. هنا بقى نشيل الصفرين مع الصفرين، هيبقى لي 25 على 36. هنقسمها قسمة مطول، 25 على 36. طب ازاي هقسم رقم صغير على رقم كبير؟ هنحط صفر وعلامة عشرية وهنبدأ نزود هنا صفار ونقسم، تمام كده. وتعالى نجرب بقى ارقام في 36. طبعا احنا كنا ضاربين لسه 36 الصفحة التانية، كنا ضاربين 35، لا احنا ما ضربناش 36. طب خلاص نضرب بقى 36. ادي 36 لو ضربنا في، تعالى نجرب في 4. الاربعة في 6 ب24 ومعانا الاتنين، التلاتة في 4 ب12، 12 و2 14. لا بعيد، ناخد الستة، 6 في 6 ب36 ومعانا 3، 3 في 6 ب18، 18 و3 21. قريب، ناخد الستة وادي 216 ونشد الخط ومطر. 0 ناقص 6 مينفعش، 10 ناقص 6 4، والخمسة بقت 4، 4 ناقص 1 3، 34. هنزود، عايزين طبعا 34 اصغر، فهنزود برضو كمان صفر. احنا خدنا الستة، ممكن ناخد السبعة، لا السبعة تبقى بعيدة، تعالى ناخد التمانية. الستة في 8 ب48 ومعانا الأربعة، التلاتة في 8 ب24، 24 و4 28. تعالى ناخد التسعة، 6 في 9 ب54 ومعانا الخمسة، التلاتة في 9 ب27، 27 و5، 27 و5، 32، 32. يبقى هنا 3 2 4 وهنا 9. 10 ناقص 6 4 ناقص 4 6، ودي بقى 3 3 ناقص 2 1. كفى هذا. يبقى خلينا بقى رقمين، يبقى 69. أرقام طبعا طويلة شوية، يبقى السلحفاة 69 جزء من 100 متر في الثانية. وتعالى نشوف السؤال اللي بعده، سؤال 24. إذا علمت أن شريف يحل 3 مسائل في 8 دقايق بشكل منتظم. بيحل 3 مسائل في 8 دقايق بشكل منتظم، فكون جدول نسب يوضح عدد الدقائق التي استغرقها في حل 6 مسائل و12 مسألة و30 مسألة. جدول النسب، هو كاتب لي الأرقام هنا 3، عايز الستة، وعايز الاتناشر، وعايز التلاتين. ده كده عدد المسائل، تمام. أوجد عدد الدقائق، ده بقى الدقائق، تمام. هو بيحل 3 مسائل في 8 دقايق، التلات مسائل حلهم في 8 دقايق، يبقى 6 مسائل. هنا ضربنا في 2، اضرب تحت في 2، 2 في 8 ب16. هنا 6 بقت 12، ضرب في 2، اضرب تحت في 2، 2 في 16 ب32. هنا بقى 30، خلينا مثلا ناخدها من اول التلاتة، التلاتة بقت 30 ضرب في 10، اضرب 8 في 10 ب80. وده كده جدول النسب. عايز تعمل المقص برضو صح. السؤال 25، اوجد حجم متوازي المستطيلات. طبعا الحجم هنضرب الطول في العرض في الارتفاع. حجم المتوازي، حجم متوازي المستطيلات بيساوي الطول في العرض في الارتفاع، 5 في 8 في 6 علامة 2 5. وتعالى نضرب 5 في 8 ب40 وهنضرب 40 في الرقم ده. طبعا هنحط صفر وبعد كده نبقى نحط العلامة. 4 في 5 ب20، صفر ومعانا الاتنين، 2 في 4 ب8، 8 و2 10، صفر ومعانا الواحد. 4 في 6 ب24، 24 و1 25، علامة بعد رقمين، يبقى الناتج عندي 250 سنتي تكعيب، 250 سنتي تكعيب. اخر سؤال معانا في المحافظة رقم 19،
في الشكل المقابل إذا كانت مساحة متوازي الأضلاع ABCD بيساوي 40 سنتي تربيع، طول DC بيساوي 10، أوجد طول AS اللي هو الارتفاع. أنا عندي مساحة المتوازي كلها 40، تمام. طالما جايب المساحة المتوازي وجايب لي القاعدة، عايز الارتفاع AS ده اللي هو الارتفاع. الارتفاع هيساوي الحجم اللي مساحة قصدي اللي هي 40 سنتي تربيع على 10. 40 على 10 هيديني 4 سنتيمتر. كده الحمد لله احنا خلصنا المحافظة الرقم 19، اختبار رقم 19. لسه معانا اخر اختبار ان شاء الله الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.